السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه مينيو دودو. النهارده عملت صدور الفراخ بطريقه حلوه قوي مختلفه، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فراخ، مش هنحطها في الفرن ولا حاجه، ولا هنسلقها ولا هنشويها، بس هنعملها في الطاسه عادي في على البوتاجاز من فوق، بس طعمها هيبقى كانها مشويه بالظبط. تتبيلتها جميله جدا. دلوقتي عندنا الصدور دي، انا شرحتها كده بس عشان التتبيله تخش جويها، بس كده كم فتحه كده بس عشان تستوي بسرعه والتتبيله تخش ايه جواها زي كده. تمام، عايزة تجيبي 4 صدور 5 صدور براحتك، يعني العدد اللي انت عايزاه. ادي اهي التوابل اللي معانا، بابريكا، زعتر، ملح، فلفل اسمر، جنزبيل، قرفة. تمام، هنلخبطهم على بعض عشان نحط توابل اكتر من كده. لو في توابل انت بتحبيها بقى عن كده زيادة زوديها، بس هي دي كده كافية قوي، تدينا طعم وريحة حلوة قوي. خلطناهم بقى مع بعض، نرشهم ايه على الفراخ، ونحطه في النص في الفتحات اللي احنا عملناها دي. هي ريحتها من قبل ما تستوي دلوقتي جميلة. التوابل دي حلوة قوي. وانت بقى كده ايه بايدك حطي ما بين الفتحات اللي احنا عاملينها. التوابل دي معلقه صغيره من كل حاجه ما عدا القرفه والجنزبيل، نص معلقه اهي بالشكل كده. ده بيبقى شكلها دعكه كلها. تمام، احط بقى صينيه على البوتاجاز او طاسه زي ما انت عايزه اي حاجه واوريك ونعمل فيها ايه. حطيت هنا في زيت اهو 2 معلقة لكل قطعه فراخ، 2 معلقة زيت. ننزل بيها كده نديها صدمه. اهي بالشكل ده، نسيبها شوية وبعد كده هورها. هنقلب بقى الفراخ. هاي بالشكل ده، هديها لون برضه من الناحية التانية. هنزل بقى علاقة الزبدة. كده هقلبها بقى عادي على الشكل كده. ننزل بقى عليها عصير الليمونه الكبيره، لو ما عندكيش ليمون اعملي خالص. ننزل عليها بقى بكوبايه ميه عشان تستوي، بس زي ما انت شايفه كده. اول ما تغلي بقى هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. غليت معانا اهي، هوطي بقى عليها خالص لغايه ما تخش في السوا، وبعد كده هقلبها الناحيه الثانيه واوريها. الفراخ معانا اهي، شربت الميه اللي انا كنت حاطاها لها، هقلبها بقى. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي، هتاخد لون بقى من الناحيه الثانيه
وخلاص هي كده استوت خلاص، قعدت حوالي نص ساعة على البوتاجاز. هات شكل الفراخ بتاعتنا اهي كده، خلصت خلاص واستوت، ريحتها حلوة قوي، لونها جميل جدا اهي. جربوها يا جماعه بالطريقه دي، ان شاء الله تعجبكم، وحاجه مختلفه خالص عن اللي بنسلقه ونحمره ونشويه، بس طعمها حلو قوي اهي. انا كنت بعملها كده الاول، بس كنت برققها يعني الصدر على اتنين او تلاتة، نفس الطريقه بس كنت بخليها شرحات يعني رفيعه شويه. هقدمها بقى واوريها لكم. دي شكلها اهي معانا، حلوة قوي، اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم، طعمها حلو قوي وريحتها جميلة جدا. اشوفكم في فيديو جاي، سلام عليكم.